على راديو ميد، مازال مواصلين معكم حتى للسبعة متاع العشية. تحية للناس اللي التحقت بينا في الاستماع. نمشي تو تويت الخدمتي ونحبها، خدمتي ونحبها، خدمتي ونحبها، الفقرة اللي نحكيو عليها على المهن متاعكم، على خدمتكم. نحاولوا انه نتعرفوا عليها اكثر، المهن اللي انتوما تشتغلوا فيها من زوايا متاعكم انتوما بتجربتكم. انتوما باش نحكيو على الاختصاص تقويم النطق والصوت والكلام. هل التوانسة عندهم فكرة على الاختصاص هذا وإلا لا؟ معنا مدام سهى بن عالية شوشان، اخصائية في تقويم النطق والصوت والكلام. مرحبا. عطيمة وطيمة. شحوالك؟ مرحبا مستمعي راديو ميد، يعيشك. شنحوالك؟ الحمد لله، شكرا لك لقبول سعيدة جدا الدعوة. يعيشك يعيشك، بارك الله فيك مدام. يعيشك. تقويم النطق والصوت والكلام، شو يعرفوا عليه الاختصاص هذا التوانسة؟ دونك الاورتوفوني الحقيقة معناها بالحق توا وليت راهي معروفة، كل مرة معناها تزيد تكبر أكثر وأكثر. الاورتوفوني مجال حلو برشا برشا، هي موجودة راهي منذ سنة 1979. كانت تقرأ قبل في الفاك دو ميتين، بعد وليت في المادة العليا لعلوم تقنية الصحة بتونس. دونك الدوغي دي زيتود نتاعنا تقرأ 3 ans. بالحق لي زيتود نتاعنا ما همش تاريين برشا برشا، اما حلوة برشا، في تجارب بالحق حلوة. لي ستاج نتاعنا كانوا متنوعين، سواء في رياض الأطفال ولا في ليزيكول بريمير، لي دون لي زوبيتو، في لي سونتر، في الجمعيات التونسية اللي حاملين الإعاقات والكل. دونك بالحق الاختفاني قاعدة كل مرة قاعدة تكبر معناها وتظهر أكثر. واللي أكثر أكثر أنه في سنين هذه بالحق ما بارشة اضطرابات قاعدة تظهر أكثر أكثر، واللي التدخل بتاع الاختفاني بالحق فيها مهم برشا. صحيح، يمكن النقطة هذه هي اللي مش نحكيه عليها مدام، اللي هي الكثرة متاع السلوكيات والكثرة متاع الاضطرابات اللي عند الصغار متاع توا. معناتها شنو هي التأثير؟ معناتها كي نحكيه على الصغير متاع بكري مش كيما صغير متاع توا، ولا كيفاش بالضبط؟ هو الاختلاف معناها بين النمط متاع العيش اللي كنا نعيشه فيه قبل وبين توا، خاصة معناها التطور التكنولوجي مع الأساس معناها أغلب الأولياء ما همش قاعدين يستعملوا فيه في الإطار الصحيح متاعه، فهمت؟ مما يخلف بالحق معناها برشا اضطرابات، برشا حاجات معناها أنها تعطل النمو متاع الأطفال في الحالات هذه. والخدمة متاعكم معناتها مدام فيها مسؤولية كبيرة وفيها بعد إنساني كبير برشا، على خاطر معناتها كي عندك أنت الصغير ذاك باش يجيك معناتها الولي اللي هو معناتها مش فاهم شنو هو الاضطراب، يحب يمنع ولده، مش فاهم في مرحلة أولى في مرحلة ثانية، كيفاش تتعامل مع هذا الكل مدام؟ احنا يجيونا الحالات معناها احنا الاورتوفونيست معناها يبرون ان شارج لي زونفون اي لي ادولت، ونختصوا برشا في لي زونفون معناها هم اكثر الحالات، يمكن اكثر اي معناتها نحكيوا على الصغار اكثر. في الاطفال معناها نواجهوا برشا، معناها يجيونا برشا اطفال اللي عندهم تاخر النطق والكلام بريسك، معناها ولينا توا من العامين ولاو يجيونا الحالات معناها، فما دي بارون بالحق كي سانكيات يقول لك ولدي مازال ما تكلمش، ولدي ما يفهمنيش برشا، ولدي عنده سلوك غريب. معناتها مدام ما يتكلمش ولا يقول كلمتك هاو معناتها ولا ما يتكلمش؟ انت وصغير هو احنا خاطر هو في التسخير دونك احنا نحددوا معناها، عدنا نتبعوا النمو الطبيعي هو اللي نعرفوا به، فهمت؟ يجيك في العامين هو ما قالش حتى ماما وبابا، دونك البارون معناها بالحق يتقلق. ويظل يتقلق هي. يجيك في 3 سنين ما يحكيش جملة وما يتكلمش ولا حاجة، مرأي بالحق معناها البارون لازم بالحق يتقلق. معناتها الأولياء لهنا معناتها العائلات عندهم فكرة على معناتها الاضطرابات هذيا، معناتها يعرفوا وقتاش يمشي وإلا معناتها جوست نصيحة من عند شكون يقول له برا شوف ولدك ولا برا شوف بنتك؟ والله فما وفما مش الكل. معناتها المعلومة موجودة وإلا لا؟ موجودة، هي قاعدة تمشي وتتحسن. هو حتى لو كان معناها البارون معناها مازال يبدا خايف هكا ولا هكا، اما تلقى شكون يجي يقول له كيفاش ولدك هكا، سورتو كان يمشي البيدياتر يمشي للجينيراليس يقول له راهو ولدك معناها بالحق يعملوا لي روماك ويقولوا له نهز صغيرك معناها علاش تخليه هكاكا. واضح. يفيقوا لي بارون معناها. صحيح، معناتها لهنا معناتها فما المعلومه واصل الاولياء معناتها. باهية مش خايبة، قاعدة في تطور. الحمد لله معناها بالحق فما برشا اولياء قاعدين واعيين وقاعدين توصل لهم معناها بالحق معناها. لازمكم برشا صبر مدام معناتها في خدمتكم، ها معناتها حتى في الحديث في الاقتناع برشا صبر فيها. برشا
برشا صبر وبرشا وصع بال كبير صع بال كبير كبير معناها توسع بالك مع الصغير ومع الكبير معناها حتى الولي في حد ذاتك توسع بالك معاه خاطر الولي من الاول اللي يجيك صحيح متقلق على صغيره اما يمشي في باله راهو انت مثلا عباره عصا سحريه معناها ولده في حصه ولا اثنين راهو باش يبدا يتكلم وباش كل شيء معناها يتحسن فكونتر احنا خدمتنا فيها برشا صبر وبرشا وسع بال وبرشا معناها حب للصغار باش نجم بالحق تحسن معهم وباش تنجم تقدم بالباهي. شنو الاضطرابات اللي تحسها معناتها موجوده بصفه كبيره في وقتنا توا؟ درجه اكثر عندنا لوروتير دو لونجاج اللي هو خاصه توا من اطفال الشاشه ولا اطفال التوحد بالحق معناها واللي موجودين برشا برشا وعندنا الصعوبات المدرسيه حالات معناها بالحق معناها انا توا معناها نشوف ميم حتى المعلمين واللي متقلقين معناها خاطر برشا حالات معناها بالحق صعوبات المدرسيه. ما معنى صعوبات مدرسيه؟ ما معنى صعوبات مدرسيه؟ صعوبات المدرسيه دونك هي اضطرابات في القراءه في الكتابه في الحساب بالحق لونفون يبدا مثلا يقرا سنه ثالثه وهو مازال يهجي مازال يغلط في الحروف مازال ما يعرفش يكتب بالغلط مشكله في الحساب فيها مشكل عنده في المنطق كيفاش يفهم به الواحد المساله في اكتساب جدول الضرب اكتساب حتى الجمع في اكتساب للطرح بالحق معناها وتلقى التركيز نتاعو زاد الاطفال هذوما غالبا التركيز يبدا قليل ضعيف واللي تلقاهم عندهم الافراط في النشاط زاد ولا افراط في النشاط برشا حالات هي معناها احنا نشخصوا الحاله دونك هو الدور نتاع الاختصاصيين هو اول حاجه يشخص الحاله اللي تجي دونك يعمل هكا برشا اسئله معناها يتعمق فيها مع الولي باش يفهم صغيره معناها حياته اليوميه النمو نتاعو كيفاش من وقتاش بدا معناها فما حاجات هكا متقلق منها وبعد احنا نعملوا فما مجموعه من الاختبارات نعملوا للصغير على ضوءهم نعرفوا بهم معناها الصعوبات اللي موجوده عنده اسكو مرضيه والا معناها جيست نتاع هكا وقتيه فما نتاع جيست معناها صغير ماهوش قاعد ليه ولا حاجه معناها ويظل الحاجات هذوما هما اللي قاعدين يقلقوا برشا في الاولياء معناتها يمكن الاولياء معناتها التشكيات ولات كبيره والولي معناتها صحيح صحيح فمش ولي سامحني فمش ولي ما يحبش صغيره معناها بالحق ومتكامل وباهي وما يشكو من حتى حاجه معناها صحيح الاولياء كل مش ولي يتقلقوا صحيح الاولياء عندهم دور في الاضطرابات هذيا كيف تصير مثلا نحكي ديما احنا ننبهوا في التليفونات ولا التابلت ولا غيره معناتها اي حاجه في اكرام معناتها خايبه للصغير معناتها ولكن في نفس الوقت تلقاه يمد له التليفون معناتها ولا يخليه في وقت كبير قدام التلفزه ولا ما نعرفش معناتها شنو معناتها اليوم الاولياء كيف معناتها صحيح فما اضطرابات عند الصغار لكن الاولياء يظل عندهم جانب من المسؤوليه في هذا الكل من اللي هما صغار معناتها صحيح صحيح فما اولياء فما ولية دي تقول لك ولدي ما ياكل الا ما نعطيه التليفون قدامه علاش معني علاش توصل للحاله هكيه ولدي ما ينجم يركح كي ما نعطيه التليفون ولدي يمشي بيه لاي بلاصه يبدا مش هافت ويتقلق يقلق الناس ويقلقني والكل ماني نعطيه التليفون باش يسكت وباش يظهر رايض وباش يظهر كذا هنا يزيد يعمق المشكل اللي في صغيره وبالحق معناها بعد تولي العواقب معناها بالحق حاجات معناها شي يحب لها معناها يحب لها برشا خدمه باش ينجم صغير هكا يرجع ويستوي والله ما دام على ذكر التليفون معناتها نشوفوها في المطاعم نشوفوها في المقاهي نشوفوها في برشا بلايص تلقى عائلات معناتها هما يحكيو والصغير تلقى شاد التليفون معناتها يقعدوا ساعتين ثلاثه ما نعرفش قداش الوقت لكن تلقاه معناتها قاعده كامله هو شاد التليفون معناتها وتصير تتكرر هذيا معناتها مرات ومرات معناتها في الاسبوع خلي معناتها تطويل المده يظل من هنا يبدا الاضطراب معناتها بعد بعد الولي يحس بالذنب صحيح اي بعد هو بعد فات انه بالحق يصير العمر الحقيقي نتاعو اللي باش يظهر فيه صغير وباش يتكلم وباش يعبر يلقى روحه الولي معناها يقول لك انا ولدي بالحق ما يتكلمش ويجيونا بالحق معناها احنا في الكونسلتاسيون ويبدا خايف معناها يحب يقول لك راني انا سبب معناها عطيت ولدي التليفون اكثر من لازم انا كذا اما ما يحبش يقولها معناها فهمت اما بعد يبدا يقول لك يحب يلوش في حلول صغيره مهما كانت يظل الحلول حقه معناتها من الاول معناتها حاجه تعوض التليفون ولا تعوض الحاجات هذوكم اللي نجم يضر الصغير معناتها باش تنصحهم مادام معناتها الاولياء اللي يسمعوا فينا وعندهم صغيرات الحق ننصحهم باش يخصوا وقت لصغارهم باش يلعبوا مع صغارهم باش يحكيوا برشا مع صغارهم راهو تكتب فيه برشا حاجات حبوا صغاركم اعطيهم برشا حنين برشا عطف خليهم قراب منكم اسمعوهم اسمعوا في تشكياتهم مش به متقلق اسمعوا باش يحكي لك اي حكايه
بالحق معني الاولياء احكيو مع صغاركم اعطيوهم وقت كل شو راهم صغيرات في 3 سنين واربع سنين ولا حتى راهم في المدرسه اسمعوا صغاركم احكيو معاهم شاركوهم اللعب نتاعهم مشيو معناها انت تبع صغيرك حسب هو قدراته وتقبل زيادة كان عنده نقائص راهي اللي ديفيكولتي اللي موجوده فيك صغير راهو نجموا نديركوها مش معناها راهو صغيرنا عنده ديفيكولتي راهو ما نجموش نوصلوا معاه لحتى وكل مقارنه وكل مقارنه تصير عادي والمقارنه بصغير اخر اي مقارن حتى صغير بصغير هو احنا جينا الحالات في العياده وبالحق معناها راهو كل صغير مختلف عن الاخر هذه حاجه لازم نقتنعوا بها ديجا هذه لازم نقتنعوا بها معناتها الحاجه اللي كل صغير كيفاش معناتها ماهمش ماهمش كيف كيف هما جوج اخوه يبداو مش كيف كيف مش في الدار معناتها كل ولي راهو لازم يتفهم صغير وهذا كامل لازم بالحق يفهم صغيره شنو هو عنده شنو هي قدراته شنو هي امكانياته باش نجم نقدم معه وباش نجم نحسن له من مستواه ومن كل شيء معناها يعطيك الصحة مدام بارك الله فيك مدام سهى بن علي يعيشك بارك الله فيك على النصائح هذه الكل دونك كانت معنا مدام سهى بن علي شوشان اخصائي